كان في تواصل من معالي وزير الصحة ليلا لمناقشة هذه المسألة، كيفية الإيفاء لهؤلاء الشهداء إن كانوا دفاع مدني أو أي مؤسسات إسعافية أخرى. فبعد أن يعني طلعنا على القوانين المرعية الإجراء واضح أنه هؤلاء مهدور حقهم. لذلك كان في نقاش مفصل مع معالي وزير الصحة، ومن ثم استطلعت رأي معالي وزير الداخلية القاضي بسام هولوي، وصلنا مع الأستاذ ريمون خطار مدير عام دفاع مدني، وتقدمنا باقتراح قانون له علاقة باعتبار شهداء الدفاع المدني خاصة في المواجهة مع العدو الإسرائيلي أو في أي يعني عمل إغاثي آخر، حرائق أو غير حرائق. تعرفوا أنه حتى بانفجار بيروت عندنا كان كثير شهداء بالدفاع المدني، لذلك هذه الأحداث ممكن تتكرر مع الدفاع المدني، دائما عملهم محفوف بالخطر. لذلك حد أدنى من واجباتنا كمشرعين كقوة سياسية أن نفي هؤلاء حقهم، خاصة في ظل الصراع المستمر مع العدو الإسرائيلي. لذلك تقدمنا هذا الاقتراح قانون معجل مكرر، وكان مناسب أنه حط توقيعه معي رئيس لجنة الدفاع الزميل جهاد الصمد، وبتمنى أنه بأقرب جلسة تشريعية نعطي حق لهؤلاء ولعائلاتهم بالعيش الكريم بالحد الأدنى، وباقتراح القانون مفصل كيفية تنفيذه من أي موازنة والطريقة التي تعطي لهؤلاء حقهم. وبعتقد يعني موافقة وزير الداخلية والدفاع المدني بتكون مؤشر إيجابي لإمكانية تحقيق هذا الاقتراح. الاقتراح الثاني اقتراح عادي له علاقة بكل جهاز الدفاع المدني. نحن بالفترة الأخيرة ثبتنا الدفعة الأولى من متطوعي الدفاع المدني الذين أنوا خدمات سنين معينة لحد سنة 2014. من 2014 حتى اليوم يعني 10 سنوات كل متطوعي الدفاع المدني يعملون بدون أي مقابل، مع التعرض للخطر والى اخره والى اخره. وانتم يعني تعلمون هلا على الارض كم نحن بحاجه الى هؤلاء بكثير من المحطات، ليس فقط باطار كما قلت المواجهه مع العدو الاسرائيلي، ولكن الحرائق، الازمات، الطوارئ، الكوارث الى اخره الى اخره. لذلك فلقاء ديمقراطي بتوجيهات من رئيس الحزب الرفيق تيمور جبلاط تقدمنا باقتراح قانون لاجراء مباراه لتسمية هؤلاء المتطوعين وأعطائهم حقهم الطبيعي الوظيفي والضمانات المطلوبة. وهؤلاء عددهم في لبنان 2000 تقريبا هؤلاء المتطوعين، لأنه يعني نشهد بالآونة الأخيرة تطويع بأجهزة الدولة إن كان بالجيش أو قوى الأمن أو الأمن الدولي، وهذا مطلوب، نحن مش ضد القصة، ولكن عدم شمول هذه المسألة الدفاع المدني أعتقد فيها غلط. لذلك أتمنى أن يأخذ هذا الاقتراح مساره الطبيعي لإفاء المؤسسة حقها وإعطاء هؤلاء المتطوعين حقوقهم وباقي الحماية الاجتماعية والوظيفية المطلوبة لهم. شكرا. ما طولت. توضيحا مسألة واعتبار شهداء الدفاع المدني شهداء بس سؤال صغير فينا نسأله برا بليز كرمه. يلا على بال ما نرجع لعند الدكتور ياسين. دكتور بلال، يعني شفنا بالفترة الأخيرة فيما يتعلق بموضوع رسم الدخول إلى المدارس الرسمية، وشفنا الحزب انتقد هذه المسألة والخمسين دولار بالتحديد، شو آخر المعطيات بشأن هذا الرسم؟ هل سيتم التراجع عنه؟ أعتقد صار في لقاء لوفد بالحزب مع معالي وزير التربية بعد عودته من السفر. البارح كان في لقاء لمعالي مع رئيس حزب السابق وليد جملاط، وبعتقد في توافق نحن وزير التربية أنه يجب أن تحصن المدارس الرسمية بالإمكانيات المطلوبة لاستكمال العام الدراسي، خاصة في 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 ظل شح الموارد الخارجية المؤسسات الدولية. وهون في بتصار في توافق أنه يجب أن تكون هي مسؤولية الدولة. التعليم المجاني يجب أن يصان. يعني تم التراجع عن هيدا. مش موضوع تراجع، موضوع إيجاد حلول. الوزير يعني بالأساس عنده يأمن العام الدراسي، يأمن المدرسة الرسمية. بس شايف الموازنة محطوطة بهالطريقة، شح الموارد الخارجية، طلع بهالاقتراح، اوكي؟ نحن خدمة لهالاقتراح ولعدم تحميل الناس هالكلفة، هالكلفة شو تتحملها الدولة؟ التعليم الأساسي تعليم مجاني،
بالقانون اللبناني وبكل المعاهدات الدوليه. في بدائل رح يتوجه لها وزير التربيه؟ بعتقد الحكومه تناقش اليوم الموازنه ويجب ان يوضع هناك اعتمادات المدارس الرسميه. شكرا لك. اذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي هنا لبنان، هيدي كانت المعطيات بشان اليوم الدفاع المدني، الاقتراحات، القوانين، وفيما يتعلق بالرسم الدخول الى المدارس الرسميه. بنعود لكم ببث مباشر لاحق.